كذا ترانسفورمر في كلام كتير ومسائل يعني مش كتير. فاحنا بص الاول ماشيين بتاع سي تي والفي تي وبعد كده نرجع لكلام المنظر اللي احنا سيبناه. ان شاء الله اعتقد ان الكتير مش هياخد يعني مش هيعدي سي تي صح؟ مش هشوف لسه الدكتور دخل في لحد الرسمه اللي هي بتاع الفلكس لينكج والاي واحد او اس تي شكل الثلاثه يعني عشان كده عدى الكوبري اي اكس تي اليوم بروتكشن اخر حاجه خالص اللي فاتت وانا بتكلم على البروتكشن هو اسمه ديفينشن بروتكشن بيستخدم دايما لليونتس المحدوده اللي هي المتطور قدام عينيك كان على البروتكشن وعايز تعمل يونت قلنا لازم تحط ريلي فاول خط وريلي فاول خط ونعمل منهم لغه تخاطب بين الاثنين عشان نحطه في يونت بروتكشن تمام. الحمايه في الديفيوجن بروتكشن في البروتكشن لها طريقتين حاجه اسمها سيركويتك كارت وده اللي شرحناه في السنه اللي فاتت وفي طريقه ثانيه اسمها بالانس فولتج دي ما شرحناهاش لحد دلوقتي يعني بس احنا النظري الحاجات النظري اللي احنا عديها هنعديها الان سيبوتي كده مش رحمة شرحنا نوع اسمه بايس وقلنا في عيوب العيوب دي عشان تتلاشاها في حلين يا اما تجيب ستابلايزنج ريزيستنس يا اما تعدل في تصنيع الريلي نفسه اللي هو بتخليه برسنتج ديفنشال بروتكشن تمام كده. المستخدم فعليا هو برسنتج ديفنشال بروتكشن ده اللي يعني موجود بنسبه 95% لان ده ضغط الستابلايزنج ريزيستنس موجوده ولكن مكلفه وبتعمل لك ايه أكثر بسيط على برسنتج ديفينيشن بروتكشن. قلنا برسنتج ديفينيشن بروتكشن ده هو في الآخر ريلي وعنده اثنين كويل في الستريمينج كويل وبروتين كويل أو ديفينيشن كويل. كلمة ديفينيشن دي هي هي أي أوبريت. وأنا والله لو الأي أوبريت ده عدى القيمة بتاع البي في بقى الستريم وده اللي اتشرح آخر مرة حطينا الأي الستريم على نحو إكس حطينا الاي ديفرنشال او الاي اوبريت على نحو الواي قلنا البي في الاي بسترين هو خط المستقيم ده البي في برسنتج بتتحكم فيها زي ما انت عايز. لو الاي ديفرنشال ده اكبر البي في الاي بسترين يعني النقطه فوق الخط فالجهاز بيشتغل. لو الاي ديفرنشال ده والاي اوبريت اقل من البي في الاي بسترين يبقى النقطه فين؟ تحت الخط يبقى الجهاز ده مش هيشتغل. فالمسائل دي مستندرد شويه وممكن طبعا في هنا بيت الرسمه يعني بيت الرسمه لما تكملها عامله كده هنا تنزل جديد تنزل جديد مش عايز تيجي هنا ليه وتوصل والكلام ده كله ما يهمنيش كل الكلام ده. انا يهمني ان هو بيديك مثال بيقول لك لو انت عندك جنريتور واحد وحصل انترنال فولت فولت جوه المولد الفولت جوه المولد ده هيخلي فوق تمت الكرنت بقيمه معينه واوت الكرنت بقيمه ثانيه. طيب مع ان ده انترنال فولت وانت وانت عامل السحبين في نفس الاتجاه وانا في الانترنت بيحصل ايه؟ الفولت بيتغذى من ناحيتين لكن في بعض الاحيان لما بيقول الفولت ده سنجل لاين جراوند فولت سنجل لاين جراوند فولت وبيكون ساعات هاي ريزيستنت يعني المقاومه بتاع الفولت عاليه وكمان جنب النيوترال النيوترال طبعا بتاع الجنريتور جهد المولد هنا بيزيد كل ما بتمشي جهد المولد بيزيد 1 فولت 10 فولت 100 فولت 1000 فولت. فلو انت الفولت اصلا جنب النيوترال فكرته ولا قليله جدا يعني لو المولد ده بيعمل لك انجكشن ب 1000 امبير ممكن اللي يتسحب بس في الفولت يكون حاجه بسيطه. انما لو الفولت ده بعد شويه على الترمينال يحصل له ايه؟ يزيد ساعتها اقول لك الفولت اتغذى من المولد ومن الشبكه وضحت؟ حتى كده في الحمايات الارث فولت بالذات الارث فولت بالذات بنعمله حمايه مخصوص لوحده لان ساعات وقيمته اقل من الكارت يعني تخيل ان شبكه الحمل بتاعها 1000 امبير السيريف شورت سيركت ممكن يوصل ل 20 كيلو امبير 100 كيلو امبير الدبل لاين اللي هو الفيس تو فيس فولت ممكن يوصل لكام ب 15 كيلو امبير السنجل لاين تو جراوند فولت مع ان النورمال 1000 امبير الا ان السنجل لاين تو جراوند فولت ممكن يوصل ل 500 امبير بس لذلك بنعمل حاجه يعني سبيشال كيس كده بيأثر بقى هنا معاك في الديفيشن بروتكشن ساعات ممكن يحصل فولت انترنال وهو طبيعي لما يكون في فولت انترنال غزه بالطريقه دي وبالطريقه دي لكن الاسوان بتاع الاسهم غير كده ماليش دعوه
اي 2. اي 1 شوف انت كده ده كام؟ 450 امبير على الرش صح كده؟ اللي هي 4 على كام؟ على 5. الناحيه الثانيه الكارت كام؟ 420 امبير ده البلاك ده الرش كام؟ 400 على 5. المهم انت جبت اي 1 واي 2 احسب بقى الاي ديفرنشال بيساوي كام؟ والاي ديفرنشال بيساوي كام؟ فيها مشكله؟ الموضوع بسيط جدا. احسب الديفرنشال كارنت واحسب الريسيرنج كارنت. الديفرنشال كارنت هو عباره عن اي 1 ناقص اي 2 واجيب المجهود بتاعه. يعني اجيب اللي خرج من هنا ناقص اللي خرج من هنا. طيب والاي ديفرنشال مجموعهم على 2. اجيب اي 1 ده واجيب اي 2 واجمعهم على 2. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ انا مش بعمل تشيك من الاثنين دول. طبعا شكل منه مين؟ من الاي ديفرنشال ده او الاي اوبريت يعني والبي في الاي ريستريم. هو بيقول لي والله ان البي بتاع الكاتب كام؟ 15%. يعني البي دي 15% اضرب 15% في الكارت بتاع الريستريم اللي طلع من هنا. هنا هيديك رقم اللي هو الاي اوبريت وهنا هيديك رقم اللي هو البي في الاي ريستريم. بتعمل تشيك بسيط جدا. لو الرقم ده اعلى من ده النقطة فوق خالص. صح كده؟ طب لو الرقم ده أقل من ده يبقى فين؟ تحت الخط. يعني لو الـ differential ده أقل من الـ differential معناه إن النقطة ضحكت. والله لو النقطة تحت الخط الجهاز مش هيشتغل، بكتب جنبها نقطة أوبريت. الرسمة دي مش بسكيل. مش بسكيل. يعني دي بتاعة الطابعة دي وأنت بتشيك بين الاثنين دول. هو ده أكبر منه ولا أقل منه؟ والله لو أكبر منه يبقى النقطة بترسمها كروكي فوق الخط. هو غير ريلي والاوبريت. طيب لو انا خط ايه من الريلي؟ نعم نوت اوبريت. انا فوق الخط وتحت الخط عن طريق الشيء ده اكبر ولا فوق؟ اقل ولا فين؟ يبقى تحت. ده بس مثال بسيط على اللي احنا قلناه الحصه اللي فاتت، يعني ازاي بنتعامل بالبرسنتج في الحاله دي الجهاز مش هيشتغل. يعني في المساله دي بالارقام دي الجهاز مش هيشتغل. يعني في الاخر شخص حسابات يعني ممكن تلاقي دي 4/10 وممكن تلاقي الحسه دي مديالك 6/10 يبقى ده اقل ولا اكبر؟ اقل. يعني بوضح يبقى جهاز مش هيشتغل. يعني الجهاز مش هيشتغل. الجهاز مش هيشتغل ازاي بقى وفي فولت؟ مشكله. صح ولا ايه؟ يعني كل اللي يكون في فولت والجهاز ما يشتغلش دي مشكله. لها حل بس مالناش دعوه بيه دلوقتي. يعني كل ما هو ما يشتغلش لها حل بس مالناش دعوه بيه دلوقتي لان ده الجنريتور بعد كده ان شاء الله في الشابتر 5. هل يعني دي تضيف كلمه تاني تعمل شويه كود كده عشان نعدل الايه الموضوع ده؟ لكن انا اللي يهمني في المسائل من النوع ده لو كانت مساله يعني انا الدكتور طبعا مش مهتم بيها قوي بس لو كانت مساله من النوع ده انا يهمني الاسهم دي والستيبس دي. طب لو فرضنا ان الدكتور عامل فولت ورايح قال لك ان الفولت بيتغذى من هنا وبيتغذى من هنا هيعمل لك ايه؟ هيقول له غلط اتجاه مين؟ اتجاه السهم ده صح؟ تعامل الفولت مش جنب النيوترال فين بقى؟ على الترمينال بره عشان كده بغزل ناحيتين برضه مفيش دعوه هو على الترمينال ولا انترمينال انت بص الاسهم بتاع البرايمر استعملته مع بعض عشان كده خليت الماينس والبوستر. طيب لو في لو السهمين ضد بعض معناها ان الاي 2 ده لما تيجي تحسبه هتحسب السالب يعني هنا السالب ده ايه؟ ها؟ موجب والموجب ده ايه؟ سالب. كل اللي هيتغير بس ان لو السهمين ضد بعض ده يبقى موجب وده يبقى سالب ونكمل حسابك عادي جدا. هل دي اكبر من دي ولا اقل؟ بس كده. ايه الحاجه الثانيه اللي ممكن تحصل؟ هنا مش مديلك المشد بارت يعني مش مديك الا ريال والمشد مديك بس ريال بارت بس وهنا نفس القصه مديك ريال. لو ده كان مشد هنعمل ايه؟ بص كده لو فرضنا ده جي 10 وده كان جي 20 كل اللي بتعمله انا هنا ما بحسب اي 1 بحسب اي 2 هيطلع برضه هنا ريل ومجري يطلع هنا اكس بلس جي 1 ويطلع هنا اكس بلس جي 1. لما تيجي تجيب الاي ديفرنشال ده بتاخد اكس بلس جي 1 تحطها مكان اي 1 واكس بلس جي واي دي تحطها مكان اي 2 وتحسب الحسبه جوه المدرك صح كده؟ هيطلع لك هنا ريل ومجري. انا اللي بجيب الفيديو بتاعه يعني هجيب الجهاز التربيعي الريال تربيع جهاز تربيع الاكس توتال تربيع زائد الواي توتال تربيع. هي دي بس التركيه اللي انا بقول لك المشهد. هتبقى مشكله؟ يعني ما اجيبش المدرس
قبل الحسبة. ليه؟ لأن أنت لو جبت المجهود بتاع ده والمجهود بتاع ده ده غلط. لا، أنا بجيب ماجنتيود بعد الطرح أو ماجنتيود بعد الجمع. وضحت؟ هو الدكتور ناس مش مهتم بيها، بس أنا أقولها كانت النشأة يعني إيه؟ لعل وعسى يجيبها بطريقة تانية يعني زي شرح كده. ده بقى ده شيت كامل في مزايا كتير جدا عبقرة بالفولتج ترانسفورمر. فالموضوع بقى هنا كبير شويه. عايزين نخلص من ده وبعدين كل اللي سبناه شطر فيه والنظري وان شاء الله هنرجع له. تمام؟ شطر ده انا بتكلم على الكرنت ترانسفورمر. هو ليه بدا بالكرنت ترانسفورمر؟ لان الكرنت هو قبل كده كان بدا بالبريكر. قبل كده كان بدا بسيركت بريكر. سيركت بريكر ليه؟ لان ده عنصر من عناصر البروتكشن. فشرحه. بعد الكلوجر بقى وازاي بيشتغل واركنج تايم وكوبرنج تايم والكلام ده كله. بعد كده دخل في السي تي والفي تي. الفي تي برضه عشان دول عناصر من عناصر البروتكشن. لان دول عن طريقهم باخد الفاليو واصغرها واوديها للريلي. الاول بقى شطر جاي هنخش في الريلي نفسه. طب مين الريلي؟ في بقى اللايت، في الجنريتور، في الموتور، في الترانسفورمر، يعني كل شابتر له بروتكشن مخصوص لوحده. بالنسبه لكارت الترانسفورمر، انت عارف كلمه ترانسفورمر بالتفصيل. فاهم يعني؟ ترانسفورمر يعني برايمري وسكندري كور. ادي برايمري وسكندري وفي كور ايه اوبريشن بتاع السي دي؟ في الاخر ترانسفورمر. بمعنى ان انت عندك برايمري وايندنج ان 1. عندك برايمري وايندنج ان 1 وعندك سكندري ان 2. لو مره هنا برايمري كارت اي 1 يعمل ايه بقى؟ يعمل لك فلكس جوه الكور صح؟ يبقى اي 1 بيعمل فلكس، فالفلكس هيمر في الكور بالشكل ده. بما ان ده الاي سي يبقى هنا في حاجه اسمها ديفاي بار دي، يعني في معدل تغير نزل سنه. لما يكون في فلكس هيطلع اللف بيولد اعترافه ايه؟ ها؟ ديوز دي ام اف. يبقى اول نتيجه للسي تي ان تولد على اطراف السكندري ديوز دي ام اف. لو انت قفلت اطراف السكندري هيمر ايه؟ تيار اللي هو السكندري كارت. ده البريمري كارت وده السكندري. احنا هنسمي بعد كده بريمري اي 1 والسكندري هنسميه ايه؟ اي 2. الحمل اللي على السي ده غير الحمل اللي على الترانسفورمر العادي. الحمل اللي على السي ده بنسميه بيرنر. ليه بقى؟ الحمل اللي على الترانسفورمر العادي ده حمل. حمل يعني له باور اكتف باور واكتف باور وباور فاكتور. تمام؟ يعني في فولت وتيار وباور فاكتور. انما ده حاجه من الاثنين، يا اميتر يا ريلي. يعني الحمل بتاع السي تي، السي تي الحمل بتاعه الاثنين. يا هتحط اميتر عشان تميجر، يا هتحط ريلي عشان بروتكشن. اذا ده حاجه من الاثنين، يا اميتر او عنده اميتر. ده اللي هو زي الوات ميتر، الانرجي ميتر، يعني اي ميتر عايز كرنت. وضحت؟ او ان يكون الميتر بتاعه عباره عن ليه؟ الحاجات دي مش احمال، يعني مش احمال بتاخد باور وقت باور وباور فاكتور. لا، احنا بنعملها كانها ديفايس بتمونيتور التيار اللي ماشي في السكندري. بس برضه ار اكس فنسميها بردن. يعني بنستعيدها كلمه حجم كلمه ايه؟ بردن او عبء. فدي كده بنسميها بردن. بردن يعني عبء. بنساوي كلمة حمل. بس احنا شلنا كلمة حمل عشان الحمل تعريفه هو ثلاجة، كبير، غسالة، مروحة، ده حمل. إنما ده ديفايس، يا هتمجر يا يعني لما تودي قراية المجر يا هتودي قراية لمين؟ للبروتكشن. فبنسميها بردن. لها برضه أوزون ولها فولت أمبير ولها فولت وتيار وكل حاجة. إيه بقى القصة في السي تي؟ السي تي لو فرضنا إن أنت عندك أي باوند ده 1000 1000 أمبير. واحنا عايزين اي 2 ده ب 5 امبير. والله في الام ام في البوزيشن بتاع الترانسفورمر بتوعهم خدتوها انتوا الطريقتين. ان في 1 اي 1 يساوي في 2 في اي 2 يعني ان باور قد راوند باور. او ان 1 اي 1 اللي هي الام ام بتاع البرايمري هي بتساوي ان 2 في اي 2 اللي هي الام ام بتاع سكند. تمام؟ لو عملنا البوزيشن يعني. معناها ان اي 1 على اي 2 يساوي ايه؟ ان 2 على ان 1. يعني انت لو عايز ده ب 1000 وعايز ده ب 5 يبقى لازم ان 2 على ان 1 تكون بكام؟ ب 1000 على كام؟ مش لازم تكون 1000 لفه على 5 لفات، لا. انا اللي يهمني ان تكون الريشيو المناظره 4 على 5، يعني تخلي دي
يعني فين على كذا اربع مرات. بس المهم ان اي مره على اليوم انا عايز ارفع خمس. خلي بقى ان اليوم 1000 وان 1 ب5 ماشي براحتك. عايز تخلي ان اليوم ب 10000 وان 1 ب50 براحتك. لها ديزاين بس الفرق دايما بين الكاركتر ريشيو والتنز ريشيو. يعني مش لازم التنز ريشيو تبقى الاساسين ان 2 تو اي 1 لا وان 1 تو اي 2 لا ممكن تكون نفس النسبه. طيب ايه معنى ده؟ ان ان 2 هيكون رقم كبير جدا صح؟ وان 1 هيكون رقم قليل جدا. يعني لو بص على دخلت البرنامج ان 1 هيكون قليل جدا جدا بمقارنه مين؟ ها؟ بين 2. اول حاجه ان عدد لفات السكندري في السي تي كتير جدا. تخيل بيقول لك 1000 مقارنه بكام؟ بخمسه. يعني انت لو خليت ان 1 بواحد كانك خليت ان 2 بكام؟ بكام ادفع الخمسه اصلا؟ 200. يعني كل لفه في البرايمري بينظر لك انت السكندري 200 لفه. طيب الدرجه ترانسفورمر ايه الفرق بينه وبين الباور ترانسفورمر؟ يعني ايه الفرق بين الاثنين؟ في الاخر هم محاورين. بس ايه الفرق؟ الفرق ان ده حتى بالاسم بتاعه كارنت بس. فكارنت معناها ان وضعه في الدايره ليه سيار بيكون ليه سي فولت. فانت بتحطه في الدايره سيريز مكان الاميتر. يعني انت لو عامل دايره زي دي كده دايره زي دي وده حج ده حج اهو والكارنت اللي ماشي ده 1000 امبير وعايزين نقيس. والله لو عايز تقيس بتحطه اميتر صح؟ مكان السي دي هو مكان الاميتر. يعني الكارنت ترانسفورمر ده هو نفس مكان الاميتر. فلما احط هنا سي دي بعمل ايه بقى؟ بحط ملفات البرايمري هنا اهو عشان ملفات البرايمري وادي ملف السكندري واحط الاميتر في السكندري. اذا وضع السي دي في الدايره سيريز فالفولتج دروب بيكون ماله؟ قليل. يعني الفولتج دروب على السي دي قليل. عشان يتحقق الكلام ده لازم تكون الملفات بتاع البرايمري مالها؟ قليله. عارف انت عشان تخلي فولتج دروب على حاجه قليل جدا خلي المقاومه صغيره. المقاومه صغيره معناها ايه؟ ان لازم يكون طول السلك ماله صغير جدا واحتمال كمان يكون قطعه منه. يعني احتمال يكون اللفات دي حتى لو قلت لك ايه؟ ايه الوقت بتاعها خمسه. تخيل هنا خمس لفات فخمس لفات دي مش هيبقى خمس لفات. طب ده بلا صغيره. فالفولتج دروب على السي دي صغير يبقى السي دي مش مصمم او مش مصمم ان هو يكون عليه فرق جوه هو بس كرم. تمام؟ الكلام ده بيتحقق بحاجتين عدد الملفات قليله جدا. الحاجه الثانيه ان الكروس سكشن بتاع السلك هو نفس الكروس سكشن بتاع الفيدر الاصلي. يعني لو انت جايب الامبير 1000 امبير هتجيب الفيدر ده الكروس سكشن بتاعه كبير جدا. فلما يكون الكروس سكشن كبير الريزستنس بتساوي الرو في اللينس على الكروس سكشن اللي جاي. فاللينس صغير جدا خمس لفات بس والكروس سكشن مالهم بقى؟ كبير جدا. ليه؟ لان هو نفس الكروس سكشن بتاع الف امبير فالمقاومه مالها صغيره جدا فالفولتج دروب على سيتي صغير. انما باور ترانسفورمر لو انت عايز تحطه في دايره تحط يقيس فولت وتيار يعني بالشكل ده. انا بقول لك ان ده المصدر بتاع ده اللي هنا اهو ده اسمه باور ترانسفورمر اهو. ليه بقى؟ الفولت بي 1 اتحول لبي 2 والاي 1 حول الـ I2. مثلا لو كان ده 220 كيلو انا حولته الناحيه الثانيه ل 12 كيلو فولت. فالملفين مصممين ان يكون عليهم جهد فبيتصمم العزل بتاعهم ان يتحمل الجهد واللفات نفسها تحمل الجهد. الكارنت I1 و I2 I1 ده ممكن يكون 100 امبير و I2 ممكن يكون 1000. فالكروس سكشن بتاع السلك الاولاني والكروس سكشن بتاع السلك الثاني يعني مصممين بحيث ان يشيلوا I1 ويشيلوا I2. فده اسمه باور ترانسفورمر. باور يعني فيه فولت وفيه ايه؟ في تيار. انما الباور ترانسفورمر بيتحط سيريز، يعني مكانه في الدايره ما ينفعش يشيل فولت. طب الفولتج ترانسفورمر العكس. الفولتج ترانسفورمر هو نفس مكان الفولتميتر. يعني انت لو عايز تقيس الجهد، من الطرفين دول، تقول له بقى ركب الفولتميتر. صح؟ طب لو شبكه كبيره؟ لا، يبقى لازم اركب فولتج ترانسفورمر. طب الفولتج هسيبه احطه فين؟ احطه توازي برضه زي مين؟ زي الباور. بس ما بنفتحش دايره الباور. يعني انا بدل ما احط الفولتميتر بقى انا هجيب هنا اهو هجيب هنا كده ادي اطراف البرايمري وادي اطراف السكندري عليها فولتميتر. اذا ده هو الفولتج ترانسفورمر. يعني
قليله زي الباور، هو عباره عن حاجه مكان الفولتميتر بالظبط. طب ليه سميناها في تي؟ عشان ما يسحبش تيار. يعني المفروض ان هنا ما يسحبش كهرباء زي ده برضه المفروض ما يكون ما يكونش عليه كهرباء. عشان ده ما يسحبش كهرباء الفي دي بقى عكس تي. انا لو فرضت ان انا بقول لك ان انا عايز احول الجهد من 500 كيلو فولت عايز احولهم ل 100 فولت بس، كاني بقول لك ايه؟ ان النفاذ البرايمري 500,000 لفه والسكندري كام لفه؟ 100 لفه، لان البي 1 على بي 2 هي ان 1 على ان 2 عكس الكرنت. اي 1 على اي 2 وان 2 على ان 1. فكاني بقول لك هنا في 500,000 لفه وهنا بقول لك في 100 لفه بس. فاللفات دي مالها؟ كتير جدا، صح؟ يعني طول السلك ماله؟ ها؟ كبير جدا. خد بقى المعلومه الثانيه ان الكروس سكشن ده ضعيف قوي. يعني الكروس سكشن بتاع السلك ده رفيع جدا. فالكروس سكشن ده عشان هو صغير فيبقى التوتال ريزيستنس مالها؟ كبيره جدا. اذا الفي تي هاي امبيدنس في الدايره. ازاي كان كارت المسحوب ماله؟ قليل قوي. اذا سميناها فولتج ترانسفورمر رغم انه مش مصمم بياخد تيار. زي الفولتميتر. السي دي مش مصمم عليه فولتج دروب، زي مين؟ الاميتر الميجر. ازاي تبقى السي دي والفي دي وظيفتهم ميجر؟ انا مش وظيفته ان هو يحول باور، وظيفته ده يحول كرنت، وظيفته ده يحول فولت. لذلك البي تي دايما هاي امبيدنس. بصوا بقى السي دي والفي دي عكس بعض حتى في الاوبريشن بتاعه. يعني لما بقول لك ايه في السي دي دايما اوعى تعمل شورت سيركت هنا. قصدي معلش اوعى تعمل اوبن سيركت هنا. يعني ما تخليش الدايرة دي اوبن. ليه؟ اشمعنى يا اخي اوبن؟ لان المشكلة ان اصغر جهد على اللفات البرايمري هيزيد قوي على السكن. ليه؟ اصل اللفات السكن صغيرة. طب اللفات البرايمري قصدي الصورة صغيرة. طب اللفات السكن اللي مالها؟ كبيرة جدا. يعني اقل جهد هيتحول للناحية التانية الجهد ماله؟ يعني لو فرضنا ان هنا في 1 فولت هيتحول لك الناحية التانية 200 فولت. في الريزريشن. تمام؟ لما تسيب ده اوبن ملف اوبن سيركت والجهد بتاعه عالي، ايه اللي يتحرق؟ ايه اللي يتحرق في الترانسفورمر؟ العزل. اللي يحرق العزل والجهد. يعني اللي يحرق عزل دايما جهد. فلو فرضنا ان الجهد هنا زاد الجهد هنا يعلى يحرق العزل، لكن السيركت يفضل زي ما هو، لان السيركت مش هيكون في طياره. تمام؟ لذلك في السي تي دايما يقول لك اوعى تسيب السكندري مفتوحه. ليه؟ لان اقل جهد اتولد على البرايمري بيتحول لسكندري القيمه مالها كبيره جدا يحرق العزل. لو سمعت كلمه سي دي اتحرق اوعى تعتقد ان السلك قطع. لان سلك البرايمري كبير جدا. السلك السكندري متصمم ان يشيل لحد 20 اي ريتد لفتره كبيره جدا. سي دي اتحرق تعرف على طول ان العزل بتاع السكندري هو اللي اتحرق. نتيجه غلط منك انت انك بتسيب السكندري مفتوح. لذلك السي دي في المحطه لو انت مش هتستخدمه شرطه على طول. اي واحد راح محطه وقلب في الروزيتات هيلاقي في حاجه اسمها جامبر زي اللي بتشوفه في البوردر. فالجنادر دي مرميه في اللوحات كلها. السي تي اللي مش عايزه بروح قافل الطرفين بتوعه. خلاص؟ الفي تي بقى العكس. الفي تي اوعى تعمل عليه شورت سيركت. ليه بقى؟ لان لو انت عملت شورت سيركت على سكندري هيمر تيار كبير جدا في سكندري. التيار كبير في السكندري هيتولد التيار كبير فين؟ في البرايمري. والبرايمري بتاعه لسه قايلين ان السلك ماله ضعيف جدا. مش متصمم يشيل تيار. فلو انت هنا عملت شورت سيركت يبقى الكارت اللي هيكون هنا هيكون كبير. وانا بقول لك كروس سكشن صغير يحصل له ايه؟ يتقطع. صح كده؟ فالسلك البرايمري بتاع الفي دي هيتقطع. فلما تسمع ان في في دي اتحرق اعرف ان انت شربت على السكندري. واللي اتحرق السلك مش العزل. ليه؟ لان اللي احرق سلك بتيار معناه ان النحاس نفسه اتقطع. صح ولا ايه؟ سي دي اتحرق العزل بتاع السكندري هو اللي باظ. في دي اتحرق السلك النحاس بتاع البرايمر هو اللي اتقطع. لذلك اسم كارت ترانسفورمر والفولت ترانسفورمر مصمم لي كده ان ده ما ينفعش يشيل فولت ولا ينفع يشيل ايه؟ تيار. انما باور ترانسفورمر تعمل هنا شورت بتعمل تيست بتعمل شو سيركت صح؟ بتعمل شو سيركت تيست. في تاني تيست تاني اسمه اوبن سيركت تيست. ازاي ده مصمم ان هو شيل بورد وشيل تيار اسمه هو عادي. ده هو مصمم عليه. الفي تي حرقته اخر شهر. انا مش عامل له عايز اسمع
بيتكلم شويه على مين؟ على كارت ترانسفورمر. كارت ترانسفورمر خلاص احنا اتفقنا ان اللفات الفرعيه دي عددها قليل جدا من اللفات السكنه عددها كبير جدا. لو انت هتجيب سي تي ملف البراند ملف السكندري ده بنسميه وولد تايب. لان دي ملف في البراند وملف فين؟ في السكندري. فبنسميه كده وولد تايب. يعني هو شيء ملفوف. استخدام الوولد تايب في العملي قليل جدا. اخره معمل. يعني اخره مكان في المعمل ونحطه نشتغل عليه. انما اكشوال الموجود بقى نوع ثاني اسمه الكور تايب. الكور تايب او البار تايب ده هو مش هيجيب ملفات براند، هو هيجيب بار براند، بار. بدل ما هيبقى خمس لفات، البار دي همثلها كانها ايه؟ لفه واحده بس. لما يمر هنا براند ولا جارد، ايه اللي هيحصل؟ هيتولد حوالين الست فلوكس. فالفلوكس يمشي في الكوب، فيقطع الملف، يولد على الاطراف دي ويديوز دي الملف. اللي احنا درسنا مع الام دي فاي باي دي تي. وادي البرد بتاعنا والد ايه ده سكن من الجارد. ايه الفرق بين ده ولف؟ ده هو لف تشغيل. برايمري جارد عمل لك فلوكس قطع السكندري عمل لك فلوكس سكندري. برايمري جارد عمل فلوكس قطع اللف ولد طلب السكندري. الفرق ان ده عمل شويه بمعنى ان انا بقول لك من شويه ان الكروس سكشن اريا بتاع ملف البرايمري هو نفس الكروس سكشن اريا بتاع الفيدر اللي انت بتغذي منه. ولازم يشيل نفس التيار. يعني مفيش حاجه اسمها فلوكس يطلع من خمس لفات يعمل لك تيار كبير والكلام ده كله، يعني ده غير منطقي. لازم يكون في اقل عدد لفات معين، بمعنى ان ما ينفعش يبقى خمس لفات. يعني مثلا اقول لك اقل حاجه مثلا في اللفات عشان تبدا تولد فلوكس يكون قادر يعمل لك سكن بالجرد 100 لفه مثلا. اذا انت مطالب ان السلك اللي هو جاي لك ده في السكشن الكبير 2000 امبير يلف كام لفه؟ 100 لفه. ولازم تجيب كور بالشكل المعين عشان تلف حواليه يكون ضخم جدا. عارف يعني ايه 2000 امبير؟ يعني هو فلوكس. يعني لازم الكور الحديد يستحمل كميه الخطوط اللي هتمشي فيه. يعني الكور عارف انت زي الميه، عايز تمشي ميه في ماسوره، فالميه وكميتها كبيره لازم تكبر الماسوره دي. فتلاقي جسم يا سيدي ماله كبر جدا. تمام؟ طب ايه الحل الثاني؟ الحل الثاني انك تغير النظريه دي. ما تخليش انتوا عارفين ان الفلوكس بينشا بحاجتين، يا اما حته كويل عامل كده يا اما سلك عامل كده. الكويل لو انت مررت في تيار وجود الدرجه في السلك والطريقه دي بيعمل لك تركيز الفلوكس جوه الملف، يعني ده خطوط الفلوكس ده شغال. فلازم الجسم الحديد اللي انت هتصممه تلف حواليه يتحمل كميه الخطوط دي. انما لو انت جايب تيار وهيمر في سلك الخطوط بتاع الفلوكس ماشيه بالطريقه دي بالشكل ده كل ما بتبعد نفسك بس. فانت بتعمل ايه بقى؟ انا ما يهمنيش ان انا اجيب كور، ما يهمنيش ان انا اجيب كور يغطي كل الخطوط، لا انا هجيب كور يغطي كميه معينه وانا ببقى عارف متاكد ان الكميه بتاع الفلوكس دي تتناسب مع مين؟ مع الكرت. يعني هجيب كور مش مهم ياخد كل الخطوط، انا عارف ان هو الحديد هيشدهم كلهم عشان يقلل بقى البيكش والكلام ده كله. انما الكور ده غير الكور ده. الكور ده لو فرضنا ان 10 امبير بيعملوا لك 100 خط فانت لازم تجيب كور حديد يشيل 100 خط. انما هنا 10 امبير لو فرضنا ان هيعملوا 100 خط فعلا بس 100 خط متوزعين يعني مش متركزين وهجيب انا فلوكس او هجيب كور ياخد بس 10% بس يعني عايز نسبه 10 خطوط بس في 100 فكروسك شماله هيكون قليل. ايه اللي انت استفدته؟ انا استفدت ان انا بعدت عن موضوع الكور الكبير التخين اللي هيلف حواليه الا ان يبقى عندي سلكه واحده والسلكه دي سهله اربطها في الفيدر. يعني في الاخر لما يكون ضفيره ضفيره. هقطعه عشان احط سي تي. في فرق بقى بين انك تجيب كور كده كور كده وتدخل ملف على الكور وتخرج كده تمام؟ او ان يكون ده الشكل بتاعك اصلا. ان الكون ده جزء من السيتي والكون حوالين البار. مين سهل تركيبه؟ ده ولا ده؟ اللي تحت. حتى اللي تحت بتجيبه بمسامير، يعني مثلا السيتي كده تلاقي لك كده في زي بليته هنا كده وبليته هنا كده بمسامير. طب
كويس. ليه؟ لان في حاجه اسمها ساتوريشن للسي دي. عارفين ان الكور ده بيحصل له ساتوريشن صح؟ لو انا فرضت ان الكور ده هيحصل له ساتوريشن بعد 1000 خط. يعني لو عدى هنا 1000 خط ده هيحصل له ساتوريشن. فلو انت لقيت سي دي من النوع ده النوع البار تايب ده اقول لك والله الدار ده لو زاد سنه صغيره هيخلي دول هيخلي السي دي هيحصل له ساتوريشن. اي زياده في التيار لان التيار الزياده هيعمل لك فتور كتير ويزود لك فتور في الكور يعمل لك ساتوريشن. انما ده مهما زودت الساتوريشن برضه موجود بس بعيد شويه لسه شويه. ليه؟ لان كميه الفلوكس اللي بتعدي في الكور اللي من النوع ده بتبقى اقل من كميه الفلوكس اللي بتعدي في الكور من النوع ده. لذلك النوع بتاع البار تايب والكور تايب هو الرفيع العالي جدا وهو اللي موجود في المحطات. تمام؟ انما الوقت ملوش فين؟ الوقت ده ملوش في المعادن. اللي انت شفته في التجربه. اللي انت بتشوف التجربه ده هو المالتي ريشيو سي في اللي موجود في المعمل ده. ده اسمه مولد تايب ومالتي ريشيو. يعني ايه مالتي ريشيو؟ يعني هنا في تاب كده تاخد من التاب ده الريشيو اللي انت عايزه. تمام؟ ده ما ينفعش تعمل منه مالتي ريشيو. ليه؟ هو ملفات السكندري بتبقى تقريبا يا ولا حته يا اتنين. يعني المقسمه هنا يا ملف او ملفات كتير قوي. ما بتعرفش تجيب تاب. الموضوع صعب شويه. والبرة بتاع البرايمري نفس القصه برضه. يا واحد يا اتنين. مش هنخش في القصه دي بالتفصيل قوي لان دي خاصه بالتصنيع يعني. تصنيع السي دي كاميرات ومطرس والكلام ده كله، لكن عايز اقول لك ان البار تايب هو العمل موجود في المحطات. النادر او الكور تايب، النادر او الكور تايب ده موجود في المعمل، مش موجود في المحطات بكتير يعني. ازاي دايما اي سي تي هتلاقي عباره عن جزء في تبويب، يعني لو انت شفت السي تي في معمل هتوريه لك يعني. السي تي ده عموما موجود العام كده. بتدخل بس منه البار بتاع البرامج. وهو بقى الجسم ده هو كوب وملف سكن. السي دي في المحطات طرفين والبرة معدية من قلبه وفي كور حواليه وتركب الطرفين على الفيدر. لذلك ده هو أكثر من الستات. ده أنواع السي تي من ناحية الكونستراكشن. يعني تركيب. هل هو ووتر تايب ولا بار تايب؟ في بقى نوع تاني للسي تي أو تقسيمة تانية للسي تي يعني بس عن طريق كور. اعتماد بقى على الكور، يعني إيه كور؟ نوع الكور نفسه. في كور ممكن تجيبه من حديد. في كور الومنيوم، في كور نحاس، في كور ورق، في كور هواء، صح؟ يعني ممكن اخلي الكور زي ما انا عايز. الكور في الاخر هيبدا حسب المعدن بتاعه، المعدن بتاعه بيتم تصميم بقى نوعين من الكلام ترانسبورت. ايه هم النوعين دول؟ السؤال ده مهم جدا. ايه بقى النوعين دول؟ بص بقى لما نرسم السي تي مش كل شويه بنرسم بقى كور والكلام ده كله، لا هو سي تي اهو حته بره كده وادي سي تي وادي مش عارف سي تي. بص هنا السكن بتاع الكهرباء بس هو حاجه من الاثنين، يا هركب بيه عميره او هركب بليل. وممكن اركب الاثنين طبعا على سي تي يعني منيش. قال لك الاخر في تيار هيعدي، في تيار هيعدي هنا او هيعدي هنا. ممكن احط الاثنين سيريز. بس ايه الفرق بين الاثنين؟ تعال بص لحظه يا جدع. هو يهمك ايه في الاميتر؟ يعني انا بروح اشتري اميتر يهمك ايه؟ ان السكيل بتاعه يكون مغطي في اللود. صح؟ يعني على فرضنا ان الشبكه بتاعتك في اللود بتاعها 1000 امبير، 1000 امبير بس. يبقى لازم الاميتر ده السكيل بتاع الاميتر يوصل من زيرو لحد كام؟ 1000 امبير، بس خلي بالك ال 1000 امبير دول مش حقيقيين، لو انت في الامتر الجسم. المجهود ده مثلا معدي من 1000 بيتحول الى 5. هو لو بيعدي 1000 المؤشر بتاع الامتر اصلا رايح لكام؟ فعليا لكام؟ ل 5. يعني ال 1000 دول لو بيعدوا هنا يبقى الامتر على 5، يبقى الامتر فعليا بيتحمل 5 امبير. بس انا ماسح السكيل وحاطط كام؟ بس انا ماسح السكيل بس وحاطط مكان 5 1000. يبقى الاميتر من جوه اخر 5 امبير. ولو انت حابين تزود شويه في الاميتر عشان تبقى في السيف سايد يعني اللي هي 10 امبير. يعني اخر الاميتر اتحمل 10 امبير ده دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انا يهمني انا في الميجرنج، انا يعني انا ما بهتمش بالميجرنج الا اثناء الاستي ستيت. يعني استي ستيت يعني طول مرحله مستقره شبكه كويسه محطه كويسه انا عيني على مين؟ على الاميتر. فانا ما يهمنيش غير الاميتر. انما لما يحصل كارثه حصل فوت في البار
الباور سيستم هتروح للميتر ولا بروتكشن؟ بروتكشن صح؟ يعني مثلا مشكله في الباور سيستم فوق اي مشكله في الجنريتور لايت عينك على البروتكشن يبقى اثناء الترانزيانت يبقى عينك على مين؟ على البروتكشن يعني يمين البروتكشن هو اللي يشتغل انما اثناء الاستيت يعني حمل مستقره والدنيا سليمه والمحطه كويسه عينها بس على مين؟ على النيوترال النيوترال شغال بيس كويس الكيان مظبوطه ولا بقى يهمني وانت تقيس ان يكون الحاله اثناء الستيت ستيت كويسه ده يهمني يكون كويس جدا انما في البروتكشن ده يهمني ان يكون اثناء الترانزيت البرفورمانس بتاع السيتي عالي ده المهم طب هيفرق معاك في ايه؟ بص يا سيدي لو انا هقفل ده طالما انت هيبقى كده ستيت فمش لازم تروح تجيب لي تروح حديد محترم بفلوس غدا هي فلوس عارفين تقول لي المنفذ الكيرف في الكونفرجن او في الريتيو الماجنتيك ممكن تلاقي يكون البي اتش كيرف بتاعه من كده صح ولا ايه؟ ممكن تلاقي يكون البي اتش كيرف بتاعه من كده طب في كام ده في اليوم؟ فاكرين صح؟ مين احسن فيه؟ لا لان بص عالي جدا وبيحصل سلوشن بسرعه انما ده الفرق بين ده وده تكلفه طب نعمل ايه بقى؟ انا اللي يهمني في الامبيتر ان يكون كويس في الترانزيت ولا يفرق معايا فبيجيبوا الكور بتاعي على الفيشن ضعيف يعني عادي جدا لما بيحصلوا ساتوريشن بسرعه هيفرق معاك حاجه؟ ليه بقى؟ الساتوريشن لما بيحصل للسي دي سوري هو الاول ايه معنى ساتوريشن؟ ايه معنى ساتوريشن؟ ساتوريشن معناها الكور اتشبع بكميه رطوبات كبيره جدا هو هقول ملخصه دلوقتي ونشرحها بعد كده بالتفصيل يعني لما اقول لك انت كور حديد هنا فلكس بتكون ملف سكن ده التيار اللي هيمشي فيه معتمد على الجنس ان اف تمام لما اقول لك كده في لازم يكون في ديفار باي دي تي عشان يكون في بوت يكون في ايه؟ تيار طب لما اقول لك الخطوط زادت وحصل ساتوريشن كوبايه الميه طول ما في تغيير في الميه انا بشوف بره المعدل اتغير. في معدل اتغير. طب الكوبايه اتملت. اي زياده انت بتزودها ما بتشوفهاش. بتشوف مستوى ايه؟ ثابت يعني كوبايه الميه ولا عمال ازود ميه. ولا شايف حاجه. المستوى ميه ثابت. لو المستوى ثابت ساتوريشن معناه ان الفلوكس عالي جدا. المستوى ثابت خلاص. يعني اي تغيير مش انا مش شايفه. المستوى بيثبت يعني الدي فار باي دي بي ام بزيرو. لما يكون معدل اتغير خلاص صفر يعني الجزء اللي كام؟ بزيرو، يبقى كارت كام كمان؟ بزيرو. عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان لو حصل ساتوريشن في السي تي اولا الجهد على اطراف السكن بتكون صفر والتيار اللي بيروح للديفايس بيكون زيرو. يعني معلومه غلط. تخيل التيار كبير جدا اهو، التيار كبير جدا، لكن المعلومه نفسها جايه لي غلط. ليه؟ يعني 1000 2000 ب5 2000 ب10 3000 ب15 جينا عند ال 5000 لقيناهم 10 هل ده منطقي؟ يعني مفيش دلوقتي الفراغ سبت هيديك معلومات غلط. معلومات غلط دي معناها ان السي دي لازم يتغير، يعني ده بيحصل ساتوريشن. طيب انت هنا الكود هيحصل له ايه؟ هيحصل له ساتوريشن بسرعه، هل ده مفيد ولا مضر؟ والله بالنسبه لنا مش مهم. ده بيقول لك اخر ايه؟ السيدي ستيت. فبنجيب الكود بتاع الميشرنج الفاندرايزنج الكيرف بتاعه مش لازم يكون لينير كتير جدا، لا هو انا اللي يهمني يكون اداؤه عالي هنا، اداؤه عالي جدا. يعني 5 ب5 و6 ب6 بعد الساتوريشن اللي هو حصل بسرعه ده يعني هي دي فتره السيستم ما يهمنيش. طب تيجي بقى البروتكشن كده انا في البروتكشن يهمني ده اثناء السيستم ويفرق معايا في حاجه عادي يعني اصلا لما الريلي دايما تشغيله بيكون في الحالات العاليه ترانزيت فيهمني ان البرفورمانس بتاع السي ده عالي جدا يا استاذ ترانزيت ليه؟ حصل فولت ال 1000 امبير بقوا 10 كيلو امبير يعني بدل ما كان 1000 بقى 10000 ال 10000 دول لو دخلوا في السي دي وحصل له ساتوريشن هيديك معلومه ايه؟ غلط صح؟ لو قلنا ساتوريشن معناها معلومه غلط معلومات غلط للبروتكشن هيشتغل ولا مش هيشتغل؟ مش هيشتغل تخيل بقول لك ال 1000 ادوا 5 امبير ال 2000 10 امبير دول عملوا 10000 حاجه من الاثنين
10 دقايق وكان بيت 50 فيت. فلو فرضنا ان 10000 في المكان ده، ال 10000 دول لو عدوا في الميجر يعملوا ايه؟ ساتوريشن صح؟ يعني يعمل الميجر ساتوريشن. انما لو عدد البروتكشن لازم يكون البروتكشن اللينير بارت بتاعه منه كبير جدا عشان يستوعب الفولت كارت صح؟ يبقى ده الازرق ده كويس لاميتر ما يهمنيش بعد كده. انما الاحمر ده كويس لمين؟ البروتكشن لازم يكون في لينير. لذلك لما تشوف الويف فورم، الويف فورم اللي خدنا من السكند في ويف فورم تلاقيها ساين نيم كامله كده معناها ان السي تي ما حصلوش ساتوريشن. انما لو الويف فورم بتاع السي تي شكلها كده معناها ان الويف فورم اتقطعت صح؟ يعني في صفار، في صفر هنا، في صفر هنا، في صفر هنا. يبقى السي تي هنا معناها ان هو لسه في الليبيور. السي تي اللي حصل له ايه؟ ساتوريشن. فلو اقول لك ان حصل فوق كرم، حصل فوق كرم معناها ان الفورم هنا بتاع السي دي ساتيوريتد، انما الفورم هنا ايه؟ بيقول سالمي زي ما هي لان لسه في الليفل وضحت وما فاتش. طيب سؤال بقى، الكور الازرق ده لو ب 5000 جنيه هتلاقي الكور الاحمر ده ب 25000. السؤال هنا ينفع اجيب من الاثنين نفس الكور ده الازرق؟ يعني ينفع اجيب كل ميجر حتى ده كده عشان كده بنسمي ده ميجر كور وبنسمي الاحمر ده بروتكشن كور. هل بقى ينفع اجيب الاثنين ميجر كور ولا لا؟ لا طبعا. يعني ينفع احط هنا الكور ده اخليه ميجر وينفع اخلي الكور ده ميجر واوفر فلوس ده؟ اقول لك المشكله تظهر هنا صح؟ ان الريلي هيقول له معلومات غلط لان حصل له ايه؟ ساتوريشن صح؟ مش هينفع. طب ينفع اجيب من الاثنين بروتكشن؟ سؤال ينفع اجيب من الاثنين بروتكشن؟ ده هنا ده ينفع اجيب الاثنين؟ والله هو فنيا ينفع صح؟ ينفع يعني ينفع اجيب، ينفع اخلي كل ده بروتكشن وده بروتكشن مش هيبقى معاك حاجه. اهو ادي قال له 10000 امبير هيعدوا هنا 150 امبير. هي الساين ويف هنا كامل صح؟ لينير. فالاميتر يقرا 50 والبروتكشن كمان يقرا كام؟ 50. بس ايه اللي هيحصل على الاميتر؟ هيتحل. فاكر الاميتر كنا جايبينه كام؟ كنا جايبينه الاميتر 5 وقلنا يا عم انت هتزود شويه تجيب كام امبير؟ 10 امبير. انما لما عدت في الاميتر 50 امبير اتحل. تمام؟ يبقى ده فعلا رخيص بس يعني مفيد. انا في الاخر ايه اللي هيحصل؟ لما يحصل فوت هنا السي دي احنا شرحناه الشابتر اللي فات بيبان كانه ايه؟ شورت سيركت صح؟ يعني السي دي لو حصل له ساتوريشن بيظهر كانه ايه؟ شورت سيركت. يبقى لما يحصل فوت هتلاقي السي دي عمل شورت على نفسه على الميتر. يبقى حامل مين؟ الميتر صح؟ يعني 50 امبير ما عدوش في الميتر، لا لا بالعكس ده هو حصل له شورت سيركت وبقى الكارت كبير في السلم. انما في الريلي 50 امبير هيعبر عليه جدا فيراه. لذلك الميجر كور مع ان هو رخيص بس مفيد اثناء الفولت عشان يحمي لي الديفايس بتاع الميجر. الديفايس بتاع الميجر مش رخيص، الميجر ده اقصد بيه اميتر وات ميتر انرجي ميتر اجهزه اجهزه كتير جدا. والبروتكشن قال لي يمكن ان يكون اللينيرتي بتاعته كبيره جدا ويحصل له ساتوريشن بعد فتره. لذلك البروتكشن كور دايما الايرور بتاعه هنا كبير. يعني في الارقام الصغيره ايرور كبير جدا. هيفرق معاك حاجة؟ السؤال مش هيفرق معايا. أنا اللي يهمني إن الإيرور يكون هنا معدوم. لذلك بقى دي اللي بنتكلم عليه إن البرفورمانس أثناء الترانزيت يكون عالي البروتكشن. والبرفورمانس أثناء السي ستيت مش هتكون إيه؟ عالي. يعني هنا تكون لغاية مظبوطة. بعد كده ما يهمنيش. في البروتكشن العكس. الإيرور هنا كبير مش مهم. أهم حاجة إن ما يكونش فيه هنا إيه؟ إيرور في السي تي. وضحت؟ ده سؤال مهم جدا لو خدت الميجرنج ده
سيريس دايره سي
فينا فوق صور سميناها زي كده خلاص والبيرد زي ما هي الكوبر سيركت دي هي نفس الكوبر سيركت بتاع الباور ترانسفورمر برايمري وسكند فالباور ترانسفورمر لما كنت تيجي تحل مسائل كنت بتعمل حاجه اسمها ريفيرنج صح كده؟ لما تيجي تعمل ريفيرنج بتعمل ريفيرنج يا اما برايمري سكندري او سكندري ليه برايمري في السيتي احنا ما بنعملش ريفيرنج للبرايمري ليه؟ انا اللي بيجي كله سكندري يعني انا اصلا كان المهندس بتاع فوت كنترول اللي جاي لي اطراف السكندري اطراف البرايمري دي على الشبكه صح ولا ايه؟ اطراف البرايمري على الشبكه واللي جاي من السيتي لحد الكنترول سكندري فانا يهمني السكندري فانا هعمل فين؟ انا هسكت من البرايمري لمين؟ فالريفير ده هعمله تو سكندري بس برضه مش كل شويه المساله هتعمل لك ريفير لا احنا هنديك البرامتر بالريفير بتاعك الريفير مين؟ جامد سكندري عشان نعمل ريفير سكندري كنا بناخد كل الحاجات دي نضربها في الريشو ونحولها لدشات صح؟ احنا عشان ما نتخاش معاها دشات سمينا دول دشات. طب معترض؟ يعني هو في الحقيقه دشات. لما نحول الناحيه الثانيه هنشيل الداش ده. خلاص؟ يبقى اي 1 داش اتحولت لاي 1 زد 1 داش اتحولت لزد 1 زد ام داش بقت زد ام خلاص. اي ام داش باي ام. وربطنا سكندري بالبرايمر او بهدله واحده. فالريفير سكندري دول زي ما هم زي ما هم فقد كده يعني الكوفرنج سيركت بتاع مين؟ بتاع الترانسفورمر كله الاطراف دي ريفير اللي سكندري بس خلاص مش مهم انت شايف مش فارق معاك ليه بقى انت لما جيت وانت تعمل ريفير بتعمل ايه؟ بتحاول بالريشيو يعني اي 1 يعني اي بلاي ده كان هو اي 1 داش لما تحول اي 1 داش ده باي 1 معناها ان جيت دي اي 1 ده هو عباره عن اي بلاي هتنفع مين؟ على الكرنت ترانسفورمر ريشيو يبقى اول معلومه هتاخدها ايه؟ ان البرايمري كرنت لما جاي تحول الناحيه الثانيه عشان تعمل ريفير حولناه بالريشيو ده اهم شيء احنا فرضنا ان سي دي كان بيحول من 1000 ل 5 فلما قلت لك ان البرايمري ب 1000 يبقى لازم يكون اي 1 هيحتاج كام؟ ب 5 صح؟ يعني اي 1 ده عباره عن 1000 على الريشيو اللي هي 1000 على كام؟ على 5 1000 على 1000 على 5 يبقى اي 1 بكام؟ ب 5 امبير يبقى المفروض الالفا امبير هنا يتحولوا هنا 5 امبير طيب ده المفروض السكندري كارنت اللي انا هقراه صح؟ هنا هو سكندري كارنت فعلا اسمه سكندري كارنت ريفير لا معلش هو اسمه برايمري كارنت ريفيرتو ايه؟ سكندري برايمري كارنت ريفيرتو سكندري هو اي 1 5 امبير لو السي دي ده كان اي جاد يعني اي جاد ما فيش اي لوسز مش هيحصل ضروب ولا اي حاجه كان ال 5 امبير كلهم راح يعمل البرد صح ولا ايه؟ بس هل 5 امبير دول هم اللي هيعدوا في البرد؟ لا اللي هيعدوا في البرد ده 5 امبير هيعدي هنا من 5 امبير مثلا نقول نص امبير يبقى هنا كام؟ 4 ونص امبير يبقى اي مين فعلا اللي اراد البرد ده اللي هو الاميتر القيمة اللي قراها الأميتر ما طلعتش حاجة 5 أمبير طلعت كام؟ 4 ونص إذا في السي دي حاجة اسمها إيه؟ إيرو إذا مصدر الإيرو في السي دي هو الماجنتايزنج برانش لو ما كانش موجود ماجنتايزنج برانش كان 5 أمبير كلهم راحوا في الأميتر أو 5 أمبير كلهم راحوا فين؟ في الريلي دي السيركت اللي هشتغل عليها طب في حاجة تانية عايز تعملها؟ أه طبعا زد 1 ده اسمه البرايمري يعني R1 و X1 بتاع ملف البرايمري. مبدئيا ما عندناش ملف البرايمري. هم كلهم عملوا ملف الخمس سنين فاتت. صح؟ يعني عدد ملفات البرايمري بالنسبه للسكندري صغير جدا. اذا زد 1 دي اصلا صغيره. خد بقى المعلومه الثانيه. احنا بدلنا الملف البار. يعني البرايمري بتاعنا بقى عباره عن ايه؟ حديده. بار عباره عن حديده. صح؟ يعني زد 1 بقت كام دي؟ بقت زيرو. يبقى دي كام دي؟ لان في البرايمري خلاص بقى عايز الكوره صغيره او اللفات صغيره فمش فارق معايا. يبقى اي 1 اكس 1 شيرنج. بقت السيركت شكلها عامل كده. عايز اي 1 لو البرايمري كرر في السكندري زد ام ماجنازنج برانش زد 2 اللي هو السكندري اللي في الجسم موجود نقاشة دي ممكن اهمله بس هو فعليا موجود يعني دماغه هيأثر على دماغه لكن في بعض الاحيان بنبنيه غصب عننا عشان نسهل الموضوع مسائل مش اكتر لكن ليه ما ينفعش الا زيتون؟ لان
دفات كتير جدا وملفوفه حوالين النور صح؟ قلنا مثلا يا سيدي دي حجم من 1000 ل 5 قلنا لو في 5 في البريمري يبقى كده في كام سكندري؟ 1000 لف يعني ما ينفعش اعمل زي تو والبيلد دي اللي احنا قلنا عليها يا اما اميتر يا اما ريلي صح كده؟ دي السيركت اللي شغال عليها سيركت بسيطه جدا قال التعليمات اللي احنا قلناها بتاعت السيركت برايمري كارنت وفيري سكندري ماجنازيك برانش والبيلد دي وهكذا تعال بص بقى هنا كده اول حاجه هنديك الاي برايمري والريشيو تقدر تسيب منهم اي وان السيركت لو انت عايز تحسب ماجنازيك كارنت اللي ماشي هنا ده برانش وده غير المعادن لو عايز تجيب اي ام تقول والله اي نكتة في المقاومه البعيده على مجموع الاثنين اهو اي ام بيساوي اي 1 في المقاومه البعيده لما دول مع بعض كده تمام زد بيرد بلس زد 2 على مجموع الاثنين اللي هو زد ام وزد 2 زد بيرد بس مجموع الاثنين اهو تمام طيب مين بقى الكابل بتاعك؟ احنا قلنا المفروض ان الارض لو هنا فيها 1000 امبير الطبيعي ان الاي 1 يكون 5 امبير وان الاي 2 يكون 5 برضه بس لقيت الاي 2 4.5 امبير بس معناه ان في نص امبير ماجنتايز بتاعه هو ده اللي سابق لي ايرو فلو انا بقول لك احسب لي ايرو بالامبير اقول لك والله الايرو هو مين؟ ها؟ اي ام صح؟ ان في نص امبير ايرو لكن انا مش بهتم بده مش بحل بيه انا بجيب الايرو برسنتج يعني بريورتي فبقول والله هو الايرو ده هو السي تي ايرو ايبسون هو عباره عن اي ام على اي 1 كنسبه يعني بقول هو نسبه من اي 1 قد ايه؟ فاي ام على اي 1 ده الايرو اللي هو عباره عن نص على خمسه يعني كان بقول لك الايرو كام في الميه؟ وصحت؟ ده اسمه السي تي ايرو طب لو انت وصلت بقى الايرو كده الايرو بيعتمد على اي ام واي مين؟ واي 1 بس اي ام فعليا واي 1 لما بصرهم بص بص المعادله دي اي ام بيساوي اي 1 زد بيرد بلس 2 على زد بيرد بلس 2 بلس ايرو لو انت قسمت هنا على اي 1 وقسمت هنا على اي 1 يبقى ده مين بقى؟ الايرو صح؟ طلعت الايرو في الاخر معتمد على المعادله اللي هي زد بيرد الايرو بتاع سي تي يعني ده بيساوي زد بيرد بلس 2 على زد بيرد بلس 2 بلس زد ركز بقى شويه في المعادله دي كده لو انا مدي لك دي بي اكتب من 10 اوبن ومدي لك دي من هيبقى اكتب من 10 اوبن زد ايه ده متوقع ان هو يكون رقم كبير ولا صغير؟ كبير جدا عارفين لما ينتازي البرانش كان كبير يعني لما كنت لسه في الباور ترانسفورمر ار سي واكس ام كان متوقع كان كبيره جدا صح؟ 40 اوم 50 اوم 60 اوم فزد ايه معروفه؟ قول يعني 50 اوم 50 اوم بقى الايرو هنا يعتمد على ايه؟ على البرد كل ما البرد بتعلى كل ما الايرو بيحصل له ايه؟ بيزيد هتقول لي طب زد برد في البسط في المقام صح ولا ايه؟ تعال نحلها نشوفها من ناحيه الماس ونشوفها من ناحيه البابل سيرك من ناحيه الرياضه لو ده كان بواحد اوم بقى 2 وده كان بواحد اوم بقى 2 ده يزيد معايا ليه؟ الواحد اوم لما بيزيد 2 جنب ال 50 مش باينين مش باينين صح؟ يعني في البطاقة الواحد بقى 2 جنب ال 50 مش حاجة انما فوق الواحد بقى 2 جنب ال 2 من 10 رقم يعني الرقم فوق الضاعف يعني لما اقول لك 1 و2 من 10 بقى 2 و2 من 10 كده الرقم ضرب في كام؟ 2 لكن بقول لك هنا 1 زائد 50 بقوا 2 زائد 50 ايه يعني 51 بقى 52 مش حاجه فالبيرد كل ما بتزيد كل ما الايرور بيزيد تعال نبص هنا كده انا بقول لك هنا في 5 امبير و5 امبير دول مش هيتغيروا ليه؟ لان الحساب هو 1000 على 1000 على 5 مش هنا نص ومش هنا 4 ونص لو زودت البيرد هنا كانك بتزود المسار ده مقاومه زياده يبقى الاي 2 بيحصل له ايه؟ يقل طب الاي ام يزيد فلما الاي ام يزيد معناه انك زودت مين؟
برضو عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان لو زدت الديستنس دي صغيره معناه ان الراي منارو صغير، فالراي ممكن يكون هنا. لو زودت البنتن اي ام بي يجي، اي ام بي زي، طب اي ام بي زي ممكن يجي هنا، هيوديك لفين؟ ساتوريشن. يعني البنتن كمان بتسرع من مين؟ من ساتوريشن، صح؟ اذا بس مش البريمة تاخد الزياده هو اللي بيعمل لك مشكله. ما هو اي ام ده هيزيد بطاريه، اول طريق انك ال 1000 ده تبقى 2000 بس او 3000. ما هو البريمة تاخد 5000 اي ام هيزيد معاك. تمام؟ ده يبقى ده اول سبب الساتوريشن، ان الكرم يزيد قوي على البريمة. سبب تاني ان الاي ام يزيد. زياده الاي ام ممكن تكون جايه بسبب مين؟ البرد نفسها. البرد نفسها لو زادت تزود الاي ام. هيعمل لك ساتوريشن. وضحت؟ اذا الايرور بتاع سيتي معتمد على البرد بتاعتنا. في مرقب تاني اسمه ريشيو كوركشن فاكتور. ايه معناه ده؟ مهم جدا. ريشيو كوركشن فاكتور تعالى نقول معناه في البرد كده. انا بقول لك ده اي مرة 5 امبير صح؟ انت قريت اي 2 بكام؟ 4.5. الار ده فيما معناه يعني هو الحاجه الفاكتور اللي هضربه في اي 2 عشان يرجع تاني 5. يعني كده بقول ايه؟ كده بقول 4.5 دي تضربها في كام عشان ارجع الاي 1 ل 5 او اخلي او نخلي الاي 2 زي اي 1 5 امبير. فالريشيو كوركشن فاكتور ده عباره عن تصحيح للتيرمز جوه الترانسفورمر. بمعنى انت جبت المحول وجبت 1000 لفه و5 لفات، خلينا نتكلم بالمعنى ده يعني، في 1000 لفه سكندري و5 لفات برايمري. لما جيت احطهم واشغل السيتي لقيت ان الاي 1 ب 5 والاي 2 ب 4.5. فايه بقى معنى الريشيو كوركشن فاكتور؟ الريشيو كوركشن فاكتور هو النمبر اوف تيرنز اللي انت هتزودها او هتعدلها عشان تحقق بدل 4.5 خليهم كام؟ 5. هو ده عمره ما هيحصل 100%. عمرك ما توصل الدرجة دي خالص. طول ما في مغناطيس ما بيبانش عمرك ما تعرف تحل المشكلة. برضه في بس القصة بقى كلها إن الملفات اللي أنا هعدلها دي أو هزودها بتحسن لك شوية مين؟ الإيرو ده. يعني ما تخليش الإيرو بالرقم ده مش 4.5 على 5، لا أنا ممكن بعد ما أحسن الأر أخلي الأيرو فوق 4 وأقول لي 9. فأنا ظبطت شوية إيرو بس ما تقدرش بعدها تعمل حاجة. مهما زودت الملفات عمرك ما هتعرف تحل المشكلة. ليه بقى؟ لان زياده الملفات هيوديك ليه تاني؟ حد فاكر؟ ساتوريشن برضه. دايما زياده الملفات، زياده الملفات السكندري بتخلي الكور ازرق، بتزود بتسرع موضوع ساتوريشن، بسبب فلكس. يعني ليه قصه كلها داخله في فلكس. فالريشيو كوركشن فاكتور هو بارامتر بنحتاجه عشان نصحح اللفات. بس السؤال بقى هنا، لما انت بتجيب كرة ترانسفورمر مكتوب عليه كده، مكتوب عليه 1000 على 5، هل فعليا لو فرضنا ان في 5 لفات في البريمري و1000 لفه في السكند، هل فعليا في 1000 لفه في السكند و5 بريمري ولا لا؟ ما هو دول احنا عدلناهم مين؟ الريشيو والريشن فاكتور. لكن انا ما بكتبلكش التعديل على الليم بليت. عارف عامل زي ايه؟ ده اسمه طبق سلطه، هو اسمه سلطه. انا كاتب لك من بره سلطه، من جوه باقي الكونتيست مش دعوه. ممكن تلاقي مش معقول، مش دعوه اسمها ايه في الاخر سلطه. التيرنز اللي هو ظبطها في المصنع زود لفه لفتين ثلاثه ماليش دعوه بيها. يعني هو خد ال 1000 ده 1010 والخمسه دي زودوا لها نص لفه، نص لفه. تمام؟ اذا هو جوه المحول قعد يظبط في اللفات دي فال 1000 حاليا هم 1010 والخمسه هم 5.5. لكن انا هكتب لك بره الريشيو بتاع الكهرباء. المحول ده بيحول من 1000 لكام؟ ل 5. واكتب لك يا عم ايه الريشيو الايرو اللي هتشوفه. ده اللي انت عايزه صح؟ عايز ريشو حقيقي ارجل وعايز الايرور اللي هيطلع نتيجه مين؟ نتيجه الايه؟ الكور نفسه بتاع سيتي. طب ده مثال هنطبق بس على المعادلات دي. انا بقول لك عندك كرة ترانسفورمر ريشو 1000 على 5. زي التوني يا سكن ده ليجن البيانس 2.10 زي الجاب 4.10. البيرن ب 2 اوم. البيرن ب 2 اوم. الماجنتازنج برانش 40 زائد 60. ها؟ قول لي اسمبلي الايرور والريشيو كوركشن فاكتور. مبدئيا كده احنا قلنا الريشيو كوركشن فاكتور هي اي 1 على اي 2. طيب مين اي 1 ومين اي 2؟ اي 2 اي 2 ده هو عباره عن اي 1 ماينس مين؟ اي ام. يعني انت لو جبت الاي ام وطرحت اي 1 ناقص اي ام اي 2. طب اي 2 ده
بتاعته يطلع واحد على واحد ماينس ابسيلون. عند مستوى المعادله او المساله اول حاجه اسم المعادله اسم الدائره بتاعتك واحسب اي 1 يساوي اي 2 على الريشيو. هل انا بديك بلان اكاونت؟ لا عايز اوصل ليه؟ ما هو اي ام يساوي اي 1 في المعادله دي اللي هو زد 2 بلس زد بدل على زد 2 بلس زد بدل بلس زد ام. لو انت قسمت على اي 1 زي ما اتفقنا فوق وقسمت على اي 1 يبقى انت مش محتاج اي 1 ويبقى الايرور هو اي 1 على اي ام على اي 1 خلاص. يبقى الايرور هو ده الايرور بتاعك. هيقطع الايرور ده ماجنتيود اي. هو في ايرور ماجنتيود اي ولا مفيش؟ في طبعا صح؟ عارفين يعني ايه؟ يعني ايه ايرور مجرد كده؟ دي عشان بعد كده لو البرايمري اكونت الويف فورم بتاعته عامل كده كده ده 1000 امبير. لو راحوا الناحيه الثانيه 5 امبير يبقى كده ايرور زيرو زيرو ايرور صح؟ طيب لو بقى 4 ونص اذا بقى في ايرور بس ماجنتيود فقط. طب لو بقى 4 ونص وما كانش هتجي لي ورا شويه بقى الايرور ماجنتيود ايه؟ بقى ده نفسه فعلا الايرور ده هيطلع ماجنتيود اني يعني مين تعبر عن الشيفت من البريمري وايه؟ السكند. بعد كده احسب بقى انت الريشيو مش هفهمه. الريشيو واحد على واحد ناقص ابسلون برضه هيطلع معاك ماجنتيود واحد. يبقى الريشيو مش هفهمه في الحقيقه هو عباره عن فاكتور لو استخدمناه في سي تي في التصنيع بيعدل لك شويه الانجل بيعدل لك شويه مين؟ في الماجنتيود. وضحت؟ اخر حاجه ونكمل المره الجايه موضوع الزد ام ده. ما فيش فعليه رقم عشان دي التعقيد دي الخطوه بتاع لسه جاي. ما فيش فعليه رقم اسمه ام يعني انا ما عنديش كوميتر ما عنديش اميتر بيقول لي ان زد ام ب 40 ولا الاكس ام ب 60. بص شويه كده يعني بقول لك زد ام ب 40 زي 60 ده مش رقم ثابت ولا تعرف تقيسه. يعني ما عندناش فعليه ملف اسمه زد ام لكن عندي فعليه ملف اسمه زد 1 يعني ملف زد كليكشن كده زد 1 وعندي فعليا ملف بزد زد 2. زد ام ده هو تعبير عن بروسس يعني حاجه مش فيزيكال انا مش شايفها. فزد ام ده فعليا هو عباره عن ايه؟ عباره عن جهد من طرفين دول مقارن بمسحوق لكن مفيش هنا ار سي كل سيب حقيقي مش موجودين اصلا. فزد ام دي لما نحسبها هو عباره عن الفولت بين الطرفين دول اللي اسمه اي ام عن طرف اللي موجود هنا اسمه اي ام. دول حسابهم سهل للسيرفر. يعني هذا هو ايه؟ اللي اتولد هنا جهد بقيمه كذا بالحساب او بالقياس. وفي تيار مسحوق انا ما اعرفش هو ناقص منه. يعني ده 5 امبير راح 4 ونص. يبقى جيت فيه نص امبير تاني مين مش موجود يعني. هو ماشي في شنط برانش بس البرانش مش موجود. اذا في زد ام تمثيل النص دي. تنزيل الحاجه اللي راحت منك دي يبقى رقم ثابت. ليه بقى؟ لان معتمد على حاجتين بيتغيروا. ولو فرضنا ان راي يعني مثلا فرضنا ان دي اي ام ودي كابل اي ام خلي اه ادي اي ام بعد كده زي فولتج واي ام. فالنقطه دي لما تقسم اي ام اللي هنا على اي ام اللي هنا يبقى النقطه دي لها زي ام صح؟ بس عشان ده لينير فزد ام هنا هي هنا هي هنا هي هنا ليه؟ لان اللي بيزيد هنا بيصور هنا بيزيد. تعالى بعد ساتوريشن ايه اللي حصل؟ بعد ساتوريشن ايه ام زد يعني ده بقى بونص صح ولا ايه؟ فالبرايم هيحصل ايه؟ بيزيد. يبقى زد ام هنا زي هنا